أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج للكبار. ضيف الحلقة النهاردة رجل القانون، رمز من رموز العدل وتحقيق العدالة، الأستاذ حسني مبارك المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. أهلا بك أستاذ حسني. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة رضانيا. يعني أنا مبسوطة جدا بوجود حضرتك النهاردة. أنا اللي حصل لي الشرف، شكرا جزيلا. طيب نبتدي أسئلة على طول بقى. اتفضلي. إيه هي جريمة الرشوة؟ اسمح لي بس في البداية أشكر حضرتك على الاستضافة الجميلة ديت ووصلة البرنامج، وأهني حضرتك والأمة الإسلامية جميعا بمولد المولد النبوي الشريف. في البداية عايزين نتكلم عن جريمة الرشوة. المشرع المصري أفرد لجريمة الرشوة 17 مادة. تمام. من المادة 103 مقرر حتى 107 111. جريمة الرشوة للأسف من أكثر الجرائم المنتشرة في المجتمع المصري. الرشوة مش لأي حد، يعني لناس معينة اللي بيشتغلوا يعني في شغلانات حكومية أو كده. هو المشرع المصري، عشان الناس تبقى فاهمة، المشرع المصري عرف جريمة الرشوة إن هي جريمة الموظف العام. تمام. الذي يقبل أو يأخذ أو يطلب لنفسي أو لغيري رشوة، عطية أو وعد، نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنها. يعني ممكن حد يوعد بحد حاجة ودي تتحط تحت قضية ان هي رشوة، يعني حتى الوعد؟ مجرد الوعد. تمام. جريمة الرشوة تتم بمجرد الطلب حتى لو لم تنتج أثرها. مجرد ما الموظف بيطلب بتتم جريمة الرشوة، ونكون أمام جريمة رشوة مكتملة الأركان. تمام. طب ايه هي الاركان بتاعت جريمة الرشوة؟ اركان جريمة الرشوة يعني هي الاركان التقليدية اللي عرفها القانون. طبعا احنا في الاول خالص عندنا في جريمة الرشوة الموظف العام. الموظف العام اللي هو المرتشي، وفي الراشي اللي هو المواطن العادي اللي صاحب المنفعة او اللي هو عايز مصلحة، وفي رقم ثلاثة اللي هو الوسيط. فجريمة الرشوة ليها عنصر، يعني الركن المادي والركن المعنوي. تمام. بيجي تحت الركن المادي ثلاث عناصر زي ما قلنا في التعريف في البداية، هو القبول والطلب والأخذ. القبول قلنا مجرد أن الطلب، مجرد أن الموظف العام يطلب رشوة نظير قيامه وعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه بتتم جريمة الرشوة. يعني إزاي بيتم الطلب؟ يعني إزاي أطلب من حد رشوة؟ يعني حضرتك رايحة أي مؤسسة حكومية. تمام. رايحة المرور، رايحة محكمة، رايحة الشهر العقاري، عايزة تعملي أي مصلحة في هذه المكان، فموظف يطلب منك أن هو عشان يخلص لك المصلحة الفلانية عايز الحاجة الفلانية، حق شيء سواء كانت نقدية أو عينية. تمام. فدي صورة الطلب، دي صورة الطلب من أركان الجريمة. فالطلب هنا جريمة الرشوة بتتم فورا بمجرد ما الموظف بيطلب. تمام. حتى لو حضرتك ما اديتلهوش اللي طلبه، يعني حتى لو جريمة الرشوة لم تنتج أثرها، مجرد طلبه جريمة الرشوة تتم فورا وتكون مكتملة الأركان. طيب لو حصل مثلا تسجيل لحاجة زي كده؟ طبعا ده بيكون دليل أكبر ودليل دامغ على ارتكاب الجريمة من قبل الموظف، وده دايما اللي بيحصل، ودي الصور الشائعة اللي بتحصل في المجتمع دي النهاردة، ان حد، انت حضرتك عايزة رخصة من حي، عايزة اي مصلحة من اي جهة حكومية، الموظف يطلب منك رشوة، فانت على طول بتتجه الى الجهات المعنية، سواء مثلا الى الرقابة الادارية او بتتجه مثلا الى الاموال العامة، بتقول لهم والله انا في موظف الفلاني طلب مني رشوة. بيقوم على الفور طبعا باستخراج اذن من النيابة العامة بالتسجيل والمراقبة، وبيتم القبض عليه متلبس. طيب ايه العقوبة لجريمة الرشوة؟ جريمة الرشوة بتختلف عقوبتها حسب اكتمال الجرم من عدم. يعني احنا عندنا في جريمة الرشوة، احنا قلنا جريمة الموظف العام، ولكن هي ليست فقط جريمة الموظف العام، ممكن يكون شخص غير موظف عام وتيرتكب جريمة رشوة. يعني بمعنى موظف في شركة خاصة. المادة 106 من قانون العقوبات أفرضت عقوبة للرشوة لغير موظف القطاع العام، القطاع الخاص، بس دي بتكون جنحة وعقوبتها سنتين. أما بالنسبة لجناية الرشوة اللي هي خاصة بالموظف العام، دي المشرع كان يعني عمل عقوبة غليظة على هذه الجرم، نظرا طبعا لأهميته ونظرا لتفشيه في المجتمع المصري. عقوبتها المؤبد، تصل للمؤبد. إذا جريمة الرشوة تمت وقام
الموظف بعمل اللي تم الاتفاق عليه بتصل الى المؤبد. تمام. اما اذا بقى النهارده الموظف العام طلب رشوه بعد اتمام عمله، يعني بعد مواعيد الشغل فاتفق، لا بعد اتمام العمل المنوط بيه، يعني هو عمل فعلا المفروض ان هو يقوم بيه، تمام، اطلع لك رخصه، اطلع لك مش عارف ايه، بعد ما خلصها طلبك منك رشوه. يعني بعد مثلا ما طلعت الحاجه دي او الورق ده، فطلب انا عايز كذا كذا. طب تمام، ليه برضو دي صوره بتتحسس؟ برضو من صور الرشوه اللي نص عليها المشرع، ودي بتكون عقوبتها السجن المشدد وليس ايه عقوبتها المؤبد. فقلنا برضو من اركان جريمه الرشوه زي ما احنا قلنا الطلب رقم واحد، والقبول، ثالث حاجه الاخذ. الاخذ ده بقى اخطر صور الرشوه. ليه بقى؟ لان خلاص الموظف او طالب الرشوه المرتشي حصل على المنفعه اللي كان عايز ياخدها، تمام، فدي من اخطر صور الرشوه، والمشرع والفقهاء سموها بالرشوه الفوريه، الرشوه المحققه، الرشوه المعجله، عكس الصور الاولى اللي هي بتاعت الطلب والقبول اللي هي سموها الرشوه المؤجله. تمام، دي مجرد ما يطلب زي ما قلنا بتتم الرشوه. والمشرع برضه في النقطه دي عكس جرائم كتيره جدا، ان جريمه الرشوه ما فيهاش شروع، يعني محكمه النقض اقرت بشكل قاطع ان جريمه الرشوه ما فيهاش شروع، بمجرد ما الموظف يطلب رشوه جريمه الرشوه تصبح تامه وكامله الاركان. تمام، طب ايه اثر الاعتراف بالجريمه بالنسبه للعقوبه؟ المشرع نظم قصه الاعتراف ديت، بس الاعتراف ده خاص فقط بمين بقى؟ بالراشي والوسيط. يعني لو في حد ما بينهم، يعني ده فلان مثلا ده وسيط ما بين ده، فالاثنين بيتم عليهم العقوبه يعني؟ لا، ده المشرع اداهم حق ان هم اذا قاموا باعتراف بالجريمه على الموظف يعفوا من العقوبه وفقا لنص الماده 107 من قانون العقوبات. 107 مقرر. النهارده المشرع عمل كده ليه؟ لان جريمه الموظف العام دي بتبقى، يعني يمكن دلوقتي في تكنولوجيا خاصه بالتسجيل وغيره، لكن زمان او حتى دلوقتي الان ان جريمه الرشوه ديت يعني تبقى مكتمله الاركان وتبقى دليل دامغ على ارتكابها بالنسبه للموظف لو جه الراشي والوسيط اعترفوا ان الموظف طلب منهم رشوه، سواء قبل اتمام وقعه الرشوه ان هم اخبروا السلطات بوقعه الرشوه، او اثناء او بعد ذلك اثناء التحقيق او غيره، لو اعترفوا امام المحكمه قبل باب المرافعه المحكمه تقضي بالنسبه للراشي وبالنسبه للوسيط بالاعفاء من العقوبه. بعتذر، هنروح لفاصل وهنرجع على طول. ورجعنا من الفاصل ولسه مكملين مع أستاذ حسني مبارك. طيب، إيه الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ؟ القتل العمد المشرع هنا تكلم عن نية القتل، وبالنسبة للقتل العمد دي من الجرائم اللي المشرع تطلب فيها قصد جنائي خاص، يعني أنا لازم يكون عندي نية خاصة بالقتل، إن أنا رايح واحد رايح يقتل واحد عنده وجود نية، يعني هنا المعيار وهنا القياس وجود النية. والمشرع أوجب وجود نية حاجة اسمها القصد الجنائي الخاص في جرائم القتل العمد بالذات. أما القتل الخطأ والإصابة الخطأ دي بتبقى اسمها من الجرائم الغير عمدية. تمام. والعنصر المميز في الجرائم غير العمدية هو ركن الخطأ، والمشرع اتكلم هنا في ركن الخطأ، حدد له 4 صور، منها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز وعدم اتباع اللوائح والقوانين. ودي صورة القتل الخطأ موجودة أكتر في الجرائم اللي خاصة بالسيارات وحوادث السيارات، سواء أدت إلى الوفاة أو الإصابة. أما القتل الخطأ زي ما احنا قلنا ده يعني عقوبته بتصل إلى الإعدام عندما يتوافر شرطي سبق الإصرار والترصد. القتل الخطأ هو العقوبة بتاعته؟ القتل العمد، آسف، القتل العمد بتصل عقوبته إلى الإعدام. أما القتل الخطأ يعني إيه، في ليه أكتر من صورة. الصورة الأولى لا عقوبتها 6 شهور. 6 شهور بالنسبة للقتل الخطأ؟ القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ. تمام. لكن هناك في ظروف مشددة. في ظروف مشددة، نفترض ان سائق المركبة اللي كان ماشي بالسيارة
كان في حال السكر أو متعاطي للمخدر. تمام. هنا عقوبته لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات. أما إذا كانت هذه الوقعة حدث عنها إصابة أو وفاة أكتر من 3 أشخاص، في برضه عقوبته لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات. طيب ولو حد مثلا ممكن يكون قتل خطأ وقتل 3 4 دوت المفروض بيتعاقب على اساس 6 شهور وخلاص؟ لا كده احنا قلنا، لا قلنا ده حضرتك ده ظرف مشدد، والمشرع قال ان هو عقوبته لا تقل عن سنه ولا تزيد عن 7 سنوات اذا نتج عن الحادث قتل او اصابه اكثر من 3 اشخاص. تمام. طيب من وجهه نظرك ايه رايك في قانون الحدث؟ قانون الطفل. او قانون الطفل. انت حضرتك عايز تتكلمي على القضيه اللي هي المنتشره اليومين دول، يعني القضايا المنتشره مش لازم القضيه بتاعت راجح بس، احنا بنتكلم عامه في كذا قضيه بتتحط تحت بند قانون الحدث وبيتحسبوا ان هم اطفال على الدوله. انت حضرتك عندك اعتراض على موضوع سن 18 سنه؟ لا مش اعتراض، انا بشوف وجهه نظرك. انا وجهه نظري ان انا شايف ان المشرع يجب ان يتدخل في هذه الحاله خصوصا في قضايا القتل، وان هو ينزل بسن الحدث من سن 18 عام، يعني انا شايف ان هي ممكن تبقى 16 سنه 15 سنه، لان فعلا ما ينفعش حد يبقى عنده 18 سنه ونتكلم عليه ان هو طفل وان هو يقوم بالقتل ويعفى من الاعدام او السجن او المؤبد. بس للاسف عشان بس برضه نتكلم كلام قانون، احنا في الحته دي ملتزمين باتفاقات دوليه. تمام. اتفاقات دوليه مصر موقعه عليها بخصوص هذا الشان وخصوصا في تحديث سن الحدث. ينفع تقول لنا نبذه عنها؟ يعني اتفاقات دوليه مصر موقعه عليها ومجلس الشعب موافق عليها خاصه بتحديث سن الحدث، ولكن اذا المشرع المصري اراد التدخل اعتقد ان ده اصبح الان مطلب شعبي كبير جدا، قطاع كتير جدا من الشعب المصري بيطلب النزول بتحديث سن الحدث من 18 سنه ل 16 سنه. تمام. طيب احكي لنا كده على ابشع جريمه قتل جات لك المكتب. والله جرائم القتل يعني هي عموما كلها جرائم بشعه، لانها طبعا بتمثل النفس البشريه وازاق روحنا بين ادم، يعني اعتقد ان مفيش يعني ابشع من كده. يعني ربنا بيقول في كتابه العزيز ومن قتل مؤمنا بغير حق فكانما قتل يعني مش فاكر الايه يعني على وجهة الخصوص، يعني سيدنا محمد قال ان تهدم الكعبه حجر خير من قتل نفس. تمام. لكن قضيه القتل عموما اي قضيه قتل هي قضيه بشعه، احنا يعني مش عايزين نتكلم في حاجات يعني تسيء للمشاهد، فلا كل قضايا القتل قضايا بشعه بصراحه. يعني طيب تفتكر القتل انتشر ليه في الفتره دي؟ عشان خاطر ايه؟ ما فيش مثلا حاجه توقف الناس دي عند حدها، ولا عشان خاطر بيتفرجوا على محتوى غير لائق، ولا عشان خاطر ايه يعني؟ والله انا وجهة نظري رقم واحد البيت. تمام. والتربية والاخلاق اللي بتقع على عاتق الاب والام هو رقم واحد التربية. رقم اتنين برضو احنا بعدنا، لا ما التربية ممكن يسيبوها على عشان خاطر مثلا هو بيتفرج على فلان، اصل فلان مش عارف ايه، بس انا من وجهة نظري انا شايفة ان الممثل اللي ممكن يكون بيعرض محتوى ده بيعرض قضية معينة، بس احنا بناخد الجزء السلبي ما بناخدش الجزء الايجابي بعد كده. اتفق مع حضرتك تماما، احنا هو رقم واحد التربية والبعدين عن اخلاقنا وديننا، هو ده رقم واحد. احنا اللي بنسمح لابنائنا ان هم يشاهدوا بعض المشاهد اللي هي فيها بلطجة وغيره، ولكن انا البيت هو رقم واحد تربية وبعدين عن الدين والاخلاق هو اللي وصلنا للحالة ديت. كل جرائم القتل بتتم بطريقة بشعة، فده بسبب بعدين عن الاخلاق وعن الدين. تمام. طيب حضرتك ممكن نرجع تاني لقضايا الرشوه. تمام. ممكن بس تعرفنا بالظبط العقوبه لقضيه الرشوه بالنسبه للمرتشي، وازاي حد يكون وسيط وده يعني لو اعترف يطلع بره القضيه ازاي يعني؟ ليه هقول لحضرتك بدايه عن عقوبه الرشوه. تمام. المرتشي والراشي والوسيط عقوبتهم واحدة. دول عقوبتهم واحدة. طيب لو كان الوسيط مثلا اعترف ان فلان خد رشوة من كذا، هو القانون ازاي يطلع منها؟ هو المشرع وفقا لنص المادة حتى لو هو كان واخد معاه بالفعل، هو حتى لو المشرع اداله فرصة وفقا لنص المادة 107 مقرر ان الوسيط والراشي اذا قام بالاعتراف
يعفى من العقوبه وفقا للقانون ووفقا لنص الماده 107 مقرر من قانون العقوبات. واحنا برضو بنناشد المشرع من هنا، يعني دي بعض القانونين كتير الكتار اللي نجدوا برضو ان يجب اعاده النظر في هذه الماده. يعني انا النهارده برتكب جرم وبشارك في ارتكاب جرم وبشارك في انتشار ظاهره يعني كلنا بنحاول نحاربها في المجتمع المصري، وعشان استفيد من نص اتحط في قانون العقوبات اروح اعترف على الموظف واستسهالا مني علشان انا عارف ان القانون هيعفيني من العقوبه. لا، فاحنا بنناشد المشرع في اعاده النظر وصياغه هذه الماده. طب ما احنا كده ممكن نكون وسيط ونروح نعترف ويبقى خدنا برضو الرشوه وكل حاجه. للاسف الشديد ده واقع، وده فعلا اللي بيحصل في 99% من جرائم الرشوه بيتم فيها اعتراف من الراشي والوسيط. طيب وبالنسبه لجرائم القتل، مثلا واحده انجبت طفل بس بطريقه غير شرعيه وبعد كده قتلته، ايه العقوبه بتاعتها؟ الاعدام طبعا. ده شيء خارج عن المألوف وخارج عن الإنسانية. واحدة يعني تحمل سفحا في أولادها وبعدين تقوم بحذفهم من ده شيء القضية دي أنا كلمت مع حضرتك عليها بره لما قلت لك البنت فضلت 9 شهور وفي الآخر جابت 2 أطفال توأم ورمتهم من المنور، بس إيه يعني ما خدتش عقوبة، ما خدتش، اتحطت تحت قانون الطفل. وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه من شويه. بس هي كده كبيره مش طفله. هي للاسف ان قانون الطفل حدد عمر الطفل 18 عام، والعبره هنا وقت ارتكاب الجريمه وليس وقت المحاكمه. فقد تكون وقت ارتكاب الجريمه فعلا لم تكتمل 18 عام، ودي نفس القضيه اللي بنتكلمنا فيها بتاعه الولد راجح. تمام. فاحنا برضو احنا حضرتك طلبتي رايي في قضيه راجح من الناحيه القانونيه، طب احنا من الناحيه الانسانيه والناحيه العاطفيه قلبا وقالبا ضد هذا الولد. تمام. ومع الشهيد محمود البنا. ولكن احنا بنتكلم من الناحيه القانونيه، لا من الناحيه القانونيه للاسف هو لا تطبق عليه عقوبه الاعدام ولا السجن المشدد ولا المؤبد. تمام، بس يعني هو 18 سنه والشخص الثاني او محمود البنا 18 سنه. محمود البنا تم موته خلاص، تم عليه القصاص، ليه ما التاني حدث برضو؟ يعني انا شايفه ان العين بالعين والسن بالسن، يعني سوره المائده. والله الكلام اللي حضرتك ده بتقوليه هو كلام صحيح، ولكن ده وفقا للشريعه الاسلاميه وفقا لديننا الحنيف. ولكن للاسف احنا النهارده بنصطدم امام قانون، واحنا امام دوله قانون. طيب لو حضرتك كنت يعني ماسك القضيه دي كنت ممكن تتخلى عنه؟ عن راجح؟ لا طبعا، لا لا لن اقبل. يعني هتسيب القضيه؟ لا، من الاساس ما اقبلش الدفاع عن مثل هذه القضايا من الاساس. مش تتعرض عليا وبعدين ابقى وبعدين امشي في اجراءاتها وبعدين ارفضها، لا انا من الاساس لا اقبل مثل هذه القضايا، يعني اللي بتمس. لا 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 لا. طيب وجهه نظرك فيها ايه؟ وجهه نظري القانونيه زي ما احنا قلت، احنا من الناحيه الانسانيه والعاطفيه والاجتماعيه احنا ضده ومع اهليه الولد المتوفي، ونسأل ربنا ان هو يعني يرحمه ويصبر اهله. اما بالنسبه للقاتل للاسف وجهه نظرنا القانونيه البحته ان هو لا تطبق عليه جريمه عقوبه الاعدام ولا المؤبد، ده للاسف الشديد. تمام. طيب احنا ممكن نروح لفاصل ونرجع على طول. ورجعنا من الفاصل ولسه مكملين. طيب ايه هي القضيه بتاعت الرشوه؟ هنرجع ليها تاني. بتخص الموظف العام بس؟ بصي للاسف هو المفهوم المنتشر عند البعض ان هي جريمه الموظف العام وفقط. لا، هو الركن الاساسي فيها هو الموظف العام. تمام. ولكن الماده 106 اقرت الرشوه لغير الموظف العام. تمام. يعني الموظف الخاص عادي برضو يعاقب بجريمة الرشوة، والنص قال إن هو يعاقب بسنتين، عقوبته سنتين بس بتكون جنحة وليست جناية. إيه الفرق بين الجنحة والجناية؟ لا طبعا في فرق كبير بين الجنحة والجناية في التصنيف الجرائم. يعني الجنحة عقوبتها الحبس لا تتخطى 3 سنوات. طيب. أما الجناية زي ما احنا قلنا لحضرتك من شوية إن العقوبة بتاعة الرشوة قد تصل إلى المؤبد. فهناك فرق كبير بين الجنحة والجناية.
تمام. طيب عايزين نعرف الساده المشاهدين مين هو الموظف العام؟ الموظف العام حكمته الماده 111 من قانون العقوبات، اللي هو الموظف اللي شغال في اي مرفق عام. لكن هل النهارده المشرع يعني توسع في هذه الجزئيه؟ هل فقط الموظف الذي يعمل في المرافق الحكوميه؟ لا، في 5 حالات تانية غير كده، زي الأعضاء مجالس النقابات، تمام، ده رقم واحد، الجمعيات التعاونية، الجمعيات ذات النفع العام، الشركات المساهمة، وخامس حاجة أي شركة الحكومة داخلة فيها بجزء ولو ضئيل. إذا ارتكب أي حد من دول جريمة الرشوة يعد موظف عام، تطبق عليه عقوبة جناية الرشوة اللي هي عقوبتها المؤبد، لأن المشرع في الأول عرف جريمة الرشوة إن هي جريمة الموظف العام. تمام. الذي يقبل أو يأخذ أو يطلب لنفسه وعدا أو عطية نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنها، فعرفها الفقهاء إن هي من جرائم ذوي الصفة. لا، ومش بس جرائم ذوي الصفة، مش جرائم بس الموظف العام، وأيضا من ينطبق عليهم الموظف العام أو في حكم الموظف العام. لا، ومش بس كده كمان، والموظف الخاص الذي يقوم بطلب الرشوة أو أخذ رشوة، ده برضو أفردت له المادة 106 من قانون العقوبات عقوبة 2 سنين جنحة، عكس الموظف العام اللي عقوبته تبقى تصل إلى المؤبد، ودي بتبقى جناية. تمام. طيب هنرجع تاني لقضايا القتل. عرفنا قضايا القتل عامة بيحصل فيها حاجات بشعة جدا وحاجات غريبة، عرفنا ايه القضية اللي جات لك اللي فعلا كانت غريبة وان الحكم بتاعها كان غريب برضو؟ بصي، القتل العمد عموما، ما احنا عايزين قتل القتل عن عمد، مش القتل الخطأ. القتل العمد عموما زي ما احنا قلنا لابد ان تستظهر المحكمة نية القتل الخاص، ونية القتل الخاص ده بيبقى امر خفي بيضمره المتهم في نفسه، المحكمة بتستخلصه من وقائع الأوراق القضية. فالنهاردة القتل العمد دي عقوبته طبعا الإعدام، وزي ما قلت لحضرتك إن كل جرائم القتل العمد فيها من البشاعة، يعني كان في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد في أحد دوائر القاهرة، جنوب القاهرة، اللي هي يعني بدون يعني دائرة المقطم، تمام، بدون ذكر أسماء يعني، مش طيب نذكر اسماء لا متهمين. تشرح لنا سبق الاصرار والترصد. سبق الاصرار والترصد ده بيبقى امر ذهني في فكر المتهم، ولازم يكون عنده من الوقت ان هو يفكر ان هو يقوم بالقصد على ارتكاب الجريمه بشكل مبسط حتى الساده المشاهدين يفهموه. يعني ده ان الشخص القاتل او الجاني بيتروى، بيفكر، بيخطط على ارتكاب جريمته. تمام. فهمني؟ بس زي ما قلنا ان النيه اللي تختلف عن القتل الخطا هنا دي لابد من ان المحكمه تستظهرها من خلال الاوراق. طبعا النيه بتبقى واضحه من خلال الشهود والاوراق والسلاح المستخدم ومكانه الضربه التي ادت الى الوفاه، كل هذا المحكمه بتستخلصه من وقائع اوراق القضيه. تمام، يعني ديت اللي بينطبق عليها سبق الاصرار. تمام. تمام. وعقوبتها الإعدام. العقوبة ليها بتبقى الإعدام دون سن 18 برضو. تمام. طيب اشرح لنا برضو، عايزين نشوف قانون الحدث لو تعدل ايه اللي ممكن يتعدل فيه غير اللي انت حضرتك تقول لي مثلا السن يبقى 16 سنة او كده؟ لا، ممكن ايه يتعدل يعني لو فكرنا كده هنعدله، ايه اللي هنعمله والله فيه؟ انا شايف ان قانون، يعني نحط يعني المادة المفروض مذكورة ايه في القانون؟ انا شايف حضرتك ان قانون الطفل هو قانون مناسب جدا للمجتمع المصري، مناسب في الوقت الحالي فيما عدا نص المادة التي تحدد عمر الطفل. يعني المادة دي بس فقط لا غير. هو ايه المشكلة كلها في ايه؟ ان قانون الطفل بيقول لك ان الطفل عمره 18 عام. احنا النهارده بنشوف 18 عام يعني ما شاء الله يعني بيتزوج وبينجب يعني. ما ده اللي انا كنت بتكلم يعني فيه. وبيكون يعني عنده من القدرة العقلية والتروي على اتخاذ قرارات. فهنا المجتمع المصري هو بس مختلف فقط
على تحديد سن الطفل، ازاي 18 سنه وطفل؟ تمام. يعني ده يعني شيء حتى يتنافى مع الطبيعه المصريه. ده احنا اول ما الشاب بيكتمل عمره 16 سنه ويطلع بطاقه يقول لك عليه راجل وما شاء الله يعني، لكن 18 عام ونعتبره طفل، ده اللي فيه علامات استفهام كتيره جدا وعليه حالات استنكار كبيره جدا من المجتمع المصري. هي اعتقد ان الماده دي لو تشكلت لجنه قانونيه في مجلس الشعب وشافوا الاتفاقيات وشافوا امكانيه تحديدها والنزول بيها حتى نخليها 16 سنه، 15 سنة و 16 سنة برضو كبير يعني، بس مش 18 يعني. 18 سنة ده يعني كبير، وخد يعني 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 عنده من القدرة العقلية وبيقدر يفكر، و 18 سنة ده بيبقى مخترع وبيبقى أنا من وجهة عالم نظري دلوقتي. إن الطفل من 12 سنة 13 سنة يعني ده طفل يعني فعلا العقلية شوية طفل وشوية بيقلد الكبار، لكن 16 سنة ده بنى شخصية أو بيبني شخصية خلاص. طبعا هي انا عارف ان في استنكار كتير من المجتمع المصري بسبب قضيه راجح، وكان في بعض القضايا برضو الشهيره في فترات سابقه زي قتل الطفله زينه، وحتى المستشار الجليل احمد حمدي اللي هو كان بيحاكم هذا الولد في محكمه الطفل بتاعت بورسعيد ناشد المشرع قبل نطق حكمه ان هو يحاول برضو ينزل بسن الطفل الى اقل من ذلك. ولكن احنا بنقول يجب على المشرع المصري وجود حل للخروج من هذه المشكلة، لأن فعلا في إجماع من المجتمع المصري والشعب المصري استنكارا لهذه المادة. تمام. طيب هنخش عن قانون الأسرة. قانون الأسرة حضرتك شايف بالنسبة للأب مثلا لو مطلق زوجته وبتمنعه من رؤية الأطفال، فممكن يعني يروح لقانون محكمة الأسرة فهيتفاوضوا أو كده، شايف إن دي حاجة عدل يعني فيها عدل أو كده؟ وإن الزوجة لو امتنعت عن إن هي تخلي زوجها إن هو ما يشوفش أولاده. حضرتك من أبشع الصور اللي موجودة في مجتمعنا حاليا إن الأم تمنع أبنائها إن هم يشوفوا أبوه. أنا شايف إن دي صورة بشعة جدا يعني يجب التصدي ليها. هو بالفعل في مشروع قانون في مجلس الشعب بيتم مناقشته، بيحاولوا فيه ان هو يبقى فيه هناك استضافه للاب، ان هو يحاول يستضيف ابنائه وليكن يوم او يومين في الاسبوع او في الشهر ايا كان الشكل والطريقه اللي القانون هيحكم بيها. لكن النهارده ما ينفعش اب ما بيشوفش اولاده ويروح مكانه ميعاد الرؤيه اللي حددها المحكمه وما يشوفش اولاده، ولو شاف اولاده بيشوفهم ساعتين اسبوعيا. انا شايف ده ان ده ظلم للاب. انا عايز اقول لحضرتك يعني النهارده السواق، البواب، الخادم يشوف ابني او يشوف الابن اكتر من الاب. اكتر من الاب ده طبعا امر يعني حتى بتستنكره الشريعه الاسلاميه وكل الاديان السماويه، ما ينفعش. طيب لو الزوجة امتنعت عن تنفيذ الحكم ده ان تخلي مثلا ان الاب يشوف اولاده، ايه العقوبة ليها؟ هو في حالة تكرار منع الام من رؤية الاب لابنائه على الاب ان هو ممكن يحرك ضدها دعوة بالاسقاط الحضانة. ينفع تسقط الحضانة؟ حتى لو كان في اطفال رضع؟ طبعا غير امين عليهم. أصل النهاردة هذا الحق، حق الرؤية، ليس للأب فقط. يعني هذا الحق شرع مش للأب فقط، ما هو الابن برضو من حقه أنه يشوف أبوه. الابن نفسه من حقه أنه يشوف أبوه. يعني هذا الحق ليس للأب فقط ولكن للابن أيضا. فالنهاردة ما ينفعش نصل في 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 في, في العنف بيننا في العلاقات أي مكان كان في علاقة زوجية بيننا قائمة، أن يصل الأمر إلى هذا الحد ولهذا يعني القدر من العنف في التعامل. لا احنا بقينا بنتعامل بعنف في كل للأسف. حاجة للأسف. طيب هستأذن حضرتك، هنروح لفاصل وهنرجع تاني. طبعا.
ورجعنا من الفاصل ولسه مكملين مع بعض. تتوقع في الحكم في قضية راجح بإيه؟ برضه قضية راجح ده ترند دلوقتي. قضية راجح بتشغل المجتمع المصري بشكل كبير جدا جدا طبعا، نظرا لجسامة الواقعة وكيفية حدوثها. احنا مش عايزين يعني ايه، هو ليس تدخلا في أعمال القضاء، وزي ما قلنا قبل كده احنا من الناحية الإنسانية والاجتماعية متعاطفين مع شهيد محمود البنا، ولكن أنا وجهة نظري القانونية البحتة وليست من وجهة نظر عاطفية أو إنسانية، إن هذا الحكم في البداية لن يزيد عن 15 عام بس. وقد يخفض بعد ذلك في الاستئناف. تمام. طب ازاي نتصدى يعني الحوادث دي من المجتمع؟ ما هو للأسف مثل هذه الجرائم المنتشرة في مجتمعنا المصري حاليا ليها بترجع لكذا سبب، زي ما قلنا من شوية رقم واحد البيت والبعد عن الدين وعن الأخلاق. طيب. رقم اتنين اللي أنا شايفه من وجهة نظري برضو الشخصية، إن النهاردة القائمين على المحتوى الإعلامي من أفلام ومسلسلات وأغاني وحفلات، يعني النهاردة بنطلع صورة البلطجي في صورة بطل، تمام، بس ده في شيء برضو احنا بناخد الجزء لابد ان يكون السلبي ما بناخدش الجزء الايجابي. واخد بالي من كلام حضرتك، بس احنا النهارده خلي بالك انت بتخاطب مين؟ بتخاطب فئه عمريه من 10 سنين ل 18 سنه. تمام. فالكلام اللي حضرتك ده يعني يستوعبه شخص مدرك زي حضرتك، زي حد تخطى ال 20 30 ال 25 سنه، فعنده من القدره على تحليل هذه المسلسلات وهذه الافلام. عارف ان في الاخر ان البطل دوت يعني تم عقابه او تم قتله. انا فاهم وجهه لا، حضرتك. هم يعني السن ده مش بيكمل المسلسل او الفيلم للاخر، هم بياخدوا البطل اللي هو عمل البطل البطوله ده بقى، اللي هو حضرتك ده برضه. يبقى النهارده يجب بس. على بس العيب مش هيبقى على ممثل اتحط في ادوار زي كده. يعني احنا النهارده طب بنقول، ما احنا نربي، ممكن نربي في احنا البيت. النهارده بنقول خطأ مشترك. تمام. وليه كذا يعني جانب، بمعنى ايه خطأ مشترك؟ يعني خطأ ليه كذا عامل، مش عامل واحد ولا اتنين. تمام. يعني رقم واحد الأسرة. النهاردة أكيد. فين الأب فين الأم؟ يعني النهاردة فين الأب وفين الأم؟ إن ابني بيقعد في بره البيت أكتر من الساعات اللي بيقضيها معايا. فين النهاردة توجيه الأب ليه؟ النهاردة الأب بيبقى شغال بال 16 ساعة وبال 20 ساعة، بيرجع على النوم لقنط البيت. الأم النهاردة حاليا بتشتغل برضه. يبقى النهاردة أنا ما 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 في كذا عامل لهذه التصرفات اللي بتحصل في المجتمع المصري من قضايا قتل والبشاعة بتاعتها. مش بنقول بس البيت، ومش بنقول بس الأب والأم، لا بنقول هناك بعض العوامل الأخرى. إن هذه هلاقوا الشباب زي ما بقول لحضرتك، دول شباب في مقتبل العمر، ما تمام. عندهمش من القدرة على تحليل المشاهد اللي موجودة. احنا عارفين بعض المنتجين أو بعض الأفلام عايز يصور البلطجي ماشي، في الآخر بيجيب لي إن هو اتقتل، بس بالمشهد بتاع القتل، أو في الآخر بيجيب لي إن هو اتحبس. هذا المشهد بتاع القتل او الحبس او العقاب في الاخر بتاع المتهم بتاع البلطجي ده بيبقى كام ثانيه ولا كام دقيقه من محتوى الفيلم؟ تمام، بس دي رسالة. أنا شايفة إن مثلا ممثل الفلاني أو الفلاني بيقدم رسالة. دي وجهة نظر حضرتك تحترم، ما ودي هو وجهة نظري. مش منتج هيجي مثلا يصرف على فيلم قد كده وفي الآخر عارف إن الفيلم مثلا لو طلع مثلا الشخص ده في دور معين هيقع. يجب طب ما احنا مراعاة يبقى عندنا وعي وإن في يكون البيت. هناك توازن ما بين عقلية الربح الخاصة بالمنتج وده حقه، تمام، وما بين يقدمه من قيم وأخلاق تستهدف قطاع كبير من شبابنا في مقتبل عمرهم. تمام. طيب كلمنا عن جرائم النصب. جريمة النصب احنا كنا اتكلمنا عليها برضو من فترة قريبة في أحد البرامج، وقلنا ان بيحكمها نص المادة 336 من قانون العقوبات. تمام. وقلنا ان جريمة النصب دي برضو من الجرائم المنتشرة جدا في المجتمع المصري، وجريمة متطورة بتطور الحياة والتكنولوجيا في مجتمعنا الحالي. ازاي؟ حضرتك النهاردة صور النصب بقت مختلفة عن زمان. اكيد. في النصب الالكتروني، في النصب العقاري. طبعا اكتر يعني قضايا بتيجي هي النصب العقاري. فاحنا النهاردة بنوجه نداء الى السادة المواطنين، يعني
انت النهارده بتروح تشتري عقار، وتروح تشتري بيت، وتروح تشتري فيلا، او تروح تشتري شاليه، وما تاخدش معاك محامي يبصوا على الورق، ويبصوا على ان الورق ده الارض مسجله ولا مش مسجله، يشوف الورق مسجل في الشرع العقاري مش مسجل في الشرع العقاري. انت تروح شركه تتوهم، تلاقي مدير وتلاقي سكرتيره وتلاقي مكان جميل، فتتوهم فتدفع، ففي الاخر تيجي تقطع تعيط وتقول انا اتنصب عليا. طيب ازاي القانون بيبقى غير مسؤول عن قضايا النصب بعد لا كده؟ طبعا القانون مسؤول. ازاي؟ القانون مسؤول ما وفي بيقولوا القانون لا يحمي المغفلين. ايوه الجمله دي خلي بالك مش صحيحه بنسبه كبيره. تمام. لكن هي الجمله دي بتتقال ان احنا يعني النهارده بنتكلم ليه؟ عشان نوعي المواطن. يا جماعه اللي يروح يشتري حاجه ما بيبقاش انت دافع فيها شقه عمرك وتستخسر تاخد معاك محامي. تمام. الموضوع بسيط جدا. النهارده كل واحد ربنا خلقه في منطقه معينه بيقدر يبدع فيها، انت النهارده رايح تشتري حاجات بشيء الفلاني، لا واخد معاك محامي، ولا واخد حد معاك بيفهم يراجع الورق، ولا يراجع العقود، ولا يراجع سند الملكيه بتاع الشخص اللي بيبيع لك. تمام. طيب لو النصاب ده يعني اتعرف وهيتحاكم، ايه العقوبه بتاعته؟ عقوبتها للاسف هي جنحه النصب، هي جنحه. يعني كان سنة. 3 سنوات الحد الاقصى. والشروع في النصب الحد الاقصى بتاعها سنه. بمعنى ايه الشروع في النصب؟ الشروع عموما اللي هو البدء في تنفيذ العقوق الجريمه، وان الجريمه ما تمتش لسبب خارج عن اراده الجاني. تمام. فان هو شرع في ارتكاب جريمه والجريمه ما تمتش لاي سبب اخر يعني خارج عن اراده الجاني. للاسف وقت الحلقه خلص، وانا استمتعت جدا بوجود حضرتك النهارده والاسئله الجميله دي. شكرا. ميرسي جدا. ميرسي ليك استاذ حسني، والى اللقاء في حلقه جديده من برنامج للكبار. الى اللقاء. شكرا.